استقبل فريق الهلال الأحمر المصري طائرة مساعدات طبية إماراتية لإيصالها إلى الأشقاء في فلسطين، حيث أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشمسي إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكدا أن المساعدات الطبية التي أرسلتها الإمارات بالتنسيق مع مصر في انتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.